صباح الخير، جيناكم من ازميت اليوم ويا حياوي من الموصل. تعال هلا هلا هلا، ابقوا من الموصل، حيا الله المواصلة. غادي خشعتونه حبيبي والله، المنظر اللي رايح عليه هيج. اقدم لكم الكارتبة، جبل الثلج. الكار يعني ثلج، تبه يعني جبل. اوكي، جبل الثلج يرد الروح مع الهواء. بعض ضباب الفوق، هذا مو ضباب على فكره، غيم، انا اقول الضباب غلط. وهناك فوق اكو تراس الجام، اللي هو شنو، بالكون مال جام، يعني جام جواك وصير فوق. هسه راح نروح عليه نصعد. طبعا هنا هو بنفس المكان بعد، تقدرون تاخذون هاي الزبلاين، ما زبلاين. اوكي، نعطيكم هاي المعدات، هذا الحزام، الخوذ، ما ادري شنو. هنا الدخوليه ما ادري ايش قال لي، ما كاحل ما سالتهم. والدخوليه على تراس الجام اللي فوق ذاك ب 15 ليره بس. حلو، هاي الصوره مال الزبلاين. اكو شويه فعاليات مثل هاي، هيك ما تمشي على خشب، ما ادري شنو، بس زيروك توقع هنا تتكردح بعد. اذا يوقع هنا لا تسالون عليه ولا يا وقع، هاي مات تسوي له فلو. هسه صاعدين على تراس الجام حبيبي والله، انا وابن الموصل العزيز الحدباء. يا احدب الحدباء مو احدب يعني، ولك ادري، اعرف ترى مو متخلف. بس هذا المنظر، طبعا تراس الجام مو هذا، شوفكم اياه بعد المنظر من ناشونه. يفتح النفس لما يفتح النفس خالي، هذا تراس الجام. بس برجلك، هاي تلبسها برجلك يعني موديل رصاخه، ما ادري شنو كلاي جالسين. اوكي، هذا تراس الجام، ها كله جام. شوف جواك اشجار الصيف يعني هناك. حشوفكم يا منا على المقص هاي. بعد المنظر منا شلون. ها عمو دا ياخذ صوره، سوري عمو. هاي بنا ذيك بحيره الصبنجه قدامنا، هذا كله يسموه كارتبة. اوكي، هذا الوادي كله شلون حلو، الخضار، الهواء كلش نظيف، كلش حلو. شقيت الهاي على مود هذا اللي يتوصل، باع جواي شكل بدر الرعب. شوف ما ادري شلون، بس هي اشجار، عرفت شلون. شوف هذا الغابه جوانا هسه حاليا، باع يحيى النشر وين واقف حبيبي. ما تخوف كلبي، ما تخوف كلبك، مو والله انا خفت صراحه، والله ما خفت. باع هاي جوانا، يا اخاف اوقف على، انا كلش اخاف من المكان عادي. مدرسة. يا والله ما اوصل. با مدرسة كيف؟ امشي بعد 70,000 متر. شو منظر حلو. ابن الموصل الحدباء راح يصعد بالزبلاين هسه، انا هم من وياه. اوكي، لبسوا هاي، والله ما تستحي بنيه تلبسك هالكبراتك، والله ما تستحي. مو ايش كبرك بعد تصير ولا بنيه تلبسك؟ ليش؟ والله لا، شنو سببها؟ ليش؟ راح يروح بالزبلاين ابن الموصل، وين بني لكم الزبلاين انتو؟ احنا بالغابه. انا هم تعقلت بيها باعوا على جسمي كلها. هسه نصعد فوق عاد. قالت إذا وقعت الكاميرا أنا ما علي، فايش راح أسوي؟ خلي إيدي بالشريط، اصبروا. أوكي، هيجي. أوه، ابن الموصل الحدباء. هد إيدك. ما يعرف يهد إيده، البومة خطأ. يلا. راح تعوفني. Look at my friend. Look at my friend. أوكي، ابن الموصل الحدباء نزل. هو يصورني وأنا صوره. زين ليش بالعكس؟ ما أريد بالعكس. لا. عمو ابو احمد. الله الله، بعد المنظر شلون شقاقي. طبعا يدي قاعد ترجف بس ما خرب هبل. كركتم يا هاي المحطه الثانيه، هاي الطريق الثاني الرجع. الله، ذولاك الجروب مالتنا. طبعا انا هسه قايد بجروب على فكره صرت. ها اوكي، خل اشوفكم الدنيا من هنا. عم ابو احمد، ابو احمد. كمل، كانت تجربة حلوة. ابن الموصل الحدباء مال الاول اخر، خلنا ننزل هسه. اكو هنا كم هيك كم شيء مال سياحي، كل اسعار سياحية هنا على فكرة، يعني ما تستاهل، بس يعني ممكن تاخذون شيء للذكرى. خلينا نشتري ازوربي، ناخذ ازوربي، ناخذ ازوربي مو؟ يلا. اكو قاعدة هنا تقدرون تقعدون، ابن الموصل الحدباء راح يشتري عصير. تدرون بالموصل ما عندهم هاي الدبسي، ما يشترون كل عصير طبيعي. لندن. اوكي، اما اني قاعد هنا مسترخي هيجي فول.
جماعة عندي مشكلة والله العظيم إذا عندكم حل إنه أنا جسمي من النوع النار يعني ما أكون إنه جو استبرد ومحتار وما أعرف شو أسوي هسه الجو كلهم مستبردين إلا أنا داعرق يعني داعرق بيشوفون والله ما أعرف شو أسوي فإذا عندكم حل قولوا لي فدوة لعينكم هسه قاعدين أنا وابن الموصل لحد باء هو قاعد يحتفل في بعض العصير هنا راحتني فضايح ابن الموصل وابن الموصل إيه ليش فضايح ولا هذا شرف لك خوش قل لك قولوا له قولوا له غشعتونك غشعتونه ايه بس هو يحتس يكثر عصير هو يحب البرتقال من عشاق عصير البرتقال انا لا انا كيوت انا كيوت بصوره عامه اعرفكم من ابن الموصل الحدباء بصوره عامه المكان كلش حلو بعرف الهدوء والسكينه وذاك ابو الزبلاين هناك كان قبل شويه منظر شوق كلش حلو هنا هيك تستريح تغير جو شويه تفرمت راسك ما ادري شنو ترتاح بعدين تطلعون نروح على غير مكان بعد شويه هم اشوفكم يا اكيد اكو هاي تقدرون تخلون مزاعتكم هناك مثل ذاك الجاهل تبي شلون دا يمشي هاي مدى الصوره هذا ابن الموصل الحدباء هسه جينا على هذا البيت المقلوب الترسيف اوكي هاي منا شوفوا الدخوليات ما تبغى 15 ليره للكبار و10 ليرات للجهال بس راح نفوت هاي فتنه اوكي خلينا نفوت جوا نشوف شك ماكو ومبدئيا كل شيء بالمقلوب هنا شوفوا انه هيك شيء هيك الستايل ما تبغى هلا هيك كل شيء بالمقلوب نطلع فوق اخ طبعا البيت مو مايل فكل شيء كل شيء مايل وياه يعني حتى القاع هيك دا القاع عوجه شوف دمشي على السقف على الميوزك تحشيش البنكة مش شغلة من صدق واو ميز الأكل قاعة رياضية بالسقف اكو هنا ابلع شان حلوة فيك ده دور هذا المصلاوي وينه خلي يجي ياخذ صور ما تري اخذ صور تاع هذا ابن الموصل الحدباء يا ابو هذا يوقع منا والله من الناس الباب مال الغسالة مفتوح باعه هيجي بالصيعة باك صدق هيجي حمام عادي بس من اقول بالكاميرا او اعدلها يعني صار هيجي كل شيء هنا بالمقلوب ايش قد حلو بس ماكو احد يصورني حتى هذا ابن الحدباء ماكو ما ادري وين راح المهم هو هذا حتى التلفزيون يا التلفزيون حقيقي كل شيء حقيقي اوكي حتى المدخنة باعت تخمع القنفات كل شيء حقيقي شلون حلو هذا هو من برا شوفوا شلون مايل هيجي يعني هيجي صاير فهو كله من جوا حتى القاع مالته مايله شق الحلقة اوه قاعدة ونخلة هنا كل شيء بالعكس شلون حلو ايوت كتير ايوت ولج شو دا سوين ولج ما ادري راسه من الجامل انا سس شلون حلو باعه داير مدارة غابة يعني شنو هم نفس حلو هم امورك طيبة هنا صغير فول وجينا حي الله ابن الموصل الحدباء طبعا هذا المطعم وجينا هنا اوكي وهنا اكو شلال هنا نار صغير هذا اوكي هنا كوما مال اشياء طبيعيه وهيك حركات راح ننزل هنا ناكل طول لنا ساعتين نقعد وراها نرجع نروح البحيره بعد الشلال بعد المنظر يجنن يرد الروح وحده هنا تدور هنا قعدنا على هذا الميز بعد المنظر منه ها يفتح النفس لما يفتح النفس بعد هذا مشروع شلال هنا الطبيعه اذا تبول هنا اوكي بعد هيك المنظر يرد الروح يا ولد والله يجنن هاي طلع بالسلمون اني وابن الحدباء طلع بقرميد اوكي وخالتي طلبت ما ادري شنو نسيت المهم قاعدين هيك يعني تخيل هيك قاعدين كان فدو فيك ها يلا قولوا لي بالعافيه وهاي اوكي هسه كملنا المواشيل يا جماعه اوكي اشوفكم وين الجسر ها منا هذا الجسر كلش لطيف خشبي يميل بيك اوكي دي اخذون صورة بقى وضعياتك اويلي اعرفكم على ادم صديقنا الجديد الفان مال عمر زكي بوع على الكاميرا لك قام يخاف ما لك علاقة بي هذا هو صار باع هنا ادم قول هلو هذا المكان اللي شك شيك هاي هنا كانت اكو هاي اللي ينامون عليها اساس تعرف انت ابو حلق والله اعرفها
اوكي صحيح حجه كلام ومنه. شوفوا شو مكان لطيف شقائي كتير حلو. شلون حلو المكان؟ معقول ابن الموصل لحد باء ايش راح يسوي؟ عمي راح يلزم ان هاي يمرع ذيك النفاخات فيها. ها؟ لا ذيك النفاخات ما يقدر للبطل هذا. مو معلم ما معلم هذا اقوى شيء عنده الوارزون. يلا روح. باع 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 باع. هيك يلا. اوتوماتيك. اه روح روح. اوتوماتيك روح. ابن المصلي الحد بقى والله يفتهم. حسدت؟ لا ما حسدت بعدني. خلاص. شفته؟ ابن الموصل الحد بقى شقاقي قنص بغداد على النفاخات. شبابه مو هيش. حويلي. يو اراكليز بس. عنصرية ألف. عنصرية مليون ما احكيلكم. واللي يعرف تركي هو يترجم. اللي ما يعرف خليه يقلس. ما راح يترجم ايش قال. العاب مال مزعة طهنا جماعة ادم. يلا ادم تعال. روح العب. يلا روح. ايش انت تبكي ولا تضحك شنو؟ ايش شباب؟ يلا روح اصعد. وين بطفولتي انا العب بهيجي مكان؟ اموت يا محظوظ يا ادم ما شاء الله عليك. روح يلا العبوا. يلا اعتبروه عبار ما ادري شنو هاي السالفه. اوكي؟ اوكي. على قولة ابن الموصل لحد باي يحيى يقول احنا ميت العاب وكل شيء كل يوم ميت لك اثنين ثلاثه. بالضبط. ما تدري بروحك راح تشوف الجهال وين يلعبون على مكان يجنن. تدول الله. هسه راح نعوف هذا المكان راح نروح على البحر حاليا. خليك يا عزيز المشاهد. باع اخوي هسه عندك هذا بني ادم. عندك هيجي منظر. اوكي هيجي عالي المنظر شو تسوي؟ روح يحيى هناك يا مال الورقه اليابسه. اوكي؟ شوف عزيزي المشاهد شو تسوي من تريد تاخذ صور؟ على هالحطه مال يحيى تقلب الكاميرا هيج تنزل تصير هيج. اوكي خذوا له سكرين وشوفوني. والله الشوق شنو؟ هسه جينا للبحيره مال صبنجه المعشوقه مال العراقيين ما ادري ليش كل الموجودين هنا عراقيين. اذا تشوفون العالم كلهم عراقيين وخليج كلهم. يعني حتى الاعلانات بالعربي وصلوا مرحله ما اقدر احكي بصوت عالي. كلها تقوم تباوع هيج. المهم هاي البحيره شنو الفعاليات الموجوده هنا؟ المركب تقدر تروح قهوه مطعم تاكل هاي السوالف. ابو احمد يصيحني ابو احمد شلون اقدم لكم ابو احمد. ابو احمد قول هلاو قول شيء كم تقول ارد قال سوي هاي لقاء وكذا. نعم خوش. ايه شلونك؟ اهلا وسهلا. اقدم لكم ابو احمد هو شعره ابيض بس عمره 27 ما لكم علاقه به. ولا نزال نفتر هنا انا وابن الموصل لحد باء حياوي الذهب ملك الاثيريوم. شنو ها ليش حد من ستابلايزر؟ طبعا هذا ابن الموصل لحد باي يدلل خوش. ما بكفوا منك العزيز الحجي. بالف عافية حجي فدول عينك. تدري مشاهير وكذا وين ما نروح نسلم خالي ما نقدر احنا بدون سلامات وين ما نروح. المهم هاي المراكب من هنا تقدرون تاخذوها هاي دفعها برجليكم. اوكي تقدرون تاخذون صور من ذاك القلب بالنص قاوي كلهم تقدرون تقولون بها اسعارها شوية سياحة يا عادي لطيفة. اوكي رخيصة بالنسبة لاسطنبول. اوه هي شي البحيره حلوه تجون عليها تقعدون شويه ترتاحون تغيرون جو ترجعون على بيوتكم. اوكي اوكي للتنويه كلهم عرب كلهم عرب هنا. وصلنا للبيت اخيرا. صار من 8 لل 11 بالليل 14 15 ساعه تقريبا. اوكي الحمد لله على سلامتنا. واتمنى استمتعتوا بالفيديو هذا مال اليوم وشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. وباي باي. Peace out, man.